الأسود ما شاء الله ما تحب المي، عكس النمور، النمور تحب المي، لكن الأسود ما تحب تدخل في المي ولا تحب تسبح. ليش أنت تجي جبان؟ ليش خواف أنت؟ ها؟ يلا تعال نسبح المي، يلا تعال تعال نسبح مع بعض يلا. إن شاء الله تبارك الرحمن. أسوي في مقلب، هم بسوي في مقلب بتزف المي. موي. ان شاء الله تبارك الرحمن. ان شاء الله تعال سكوبر يلا تعال وياي، تعال شاطر ما شاء الله، لا تخاف تعال يلا. قرب من يانا والله اشتقت لك يا حبيب، اشتقت لك يا الغالي. ابو احمد تعال تعال اعرفك على سكوبر. تعال والله امورك طيبه. شوف يلا تعال تعال يا جبان، خاف من الماي ها. طبعا الأسود ما شاء الله ما تحب الماي، عكس النمور، النمور تحب الماي، لكن الأسود ما تحب تدخل في الماي ولا تحب تسبح. أسوي في مقلب، هم بسوي في مقلب بتزف الماي. يا دي انا بقص عليه ومقلبه ودخل الماء، لكنه شكله هو اللي بقص عليه. يا قاعد خذ يا ثانيه المطلوب. تعال يلا. وقف. ما يعطيني مجال مول. مرحبا السوء، مرحبا السوء الدلوع. يلا سوق يلا تسير يلا يلا سوق سوق يلا يلا زير انزل زير يلا. وين تبي تسير؟ دكان؟ دكان؟ اوكي ان شاء الله. يلا الحين بوديك دكان.
دلوعي انت دلوعي انت دلوعي يلا 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 تعال يلا تعال نيل تعال يلا تعال تعال نيل يلا يلا اختار يلا يلا هذه الفقرة اليومية مال كوبا اختار اي واحد تبى تبى حليب كاكاو ولا فراولة يا ودي يلا يلا اوبا يلا يسني يسني بطلك هذا مبطلك يلا تعال بطل يلا فوق فوق يلا يلا روح يلا يلا شاطر روح يلا تعال يلا زحلق يلا لا منه 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 كوبا يلا انزل يلا انزل خيفان الحين ما شاء الله عليك يلا سير مرة ثانية يلا تعال يلا تعال هني 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 سير سير هناك 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 سير فوق يلا يلا سير فوق يلا روح يلا روح روح هني هني مو بهناك غشاش شو الغشاش يا غشاش يا غشاش انت ما قلناك هني يلا ما شاء الله عليك يلا روح حبيبي يلا حبيبي كوبا حبيبي يا غالي يا الدلوع عندي الدلوع الدلوع هبا تعال يلا يلا تعال شاطر انت شاطر انت شاطر ما شاء الله عليك يلا سير يلا يلا سير لعب يلا فوق 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 يلا فوق كوبا هني هني يلا سير يلا كمل 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 طبعا اللي يسألني الوايدين ما يعرفون شو نوع القرد هذا على بالهم انه شيء هين واي حد يقدر يشتريه هذا الشمبانزي يكبر طبعا يكون اطول من حجمي حتى وسعره يوصل من 300 الى نص مليون درهم حاليا سعره وايد مرتفع وهذا طبعا اللي عندي